عمر الساعدي أول فنان وعازف إيقاع عراقي يدخل الإيقاعات وآلة الناي مع السيمفونية الألمانية بقيادة الفنانة المايسترو لورا سالدك في مدينة غريفيلد الألمانية. يأتيكم في الأوقات التالية. السلام عليكم مشاهدي الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج الصحافة اليوم، ونحن نقرأ من خلالها كل ما نشرته الصحف المحلية والعربية والعالمية، ونبدأ رحلتنا في برنامج الصحافة اليوم حيث التقارير والمقالات